السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقاء قناة معلومة طبية على اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. قبل ما تتفرج على الفيديو ما تنساش تشترك في القناة. القناة فكر جديد جاي لكم، يا رب بس ما حدش ياخد الفكرة دي مننا، احنا ما حدش عاملها على اليوتيوب خالص. الفكرة ان احنا بنوصل لك الدعم لغاية عنك اللي هيجي لنا من اليوتيوب، عن طريق مسابقات، عن طريق جوائز، عن طريق ثقافة برضو. انت تستفيد من القناة عن طريق التعليقات، هتكتب التعليق هنرد عليك على طول في اي في استفسارات طبيه. ان شاء الله باذن الله نحاول نجمع اكبر قدر من الاطباء البشريه معانا على القناه عشان خاطر يردوا عليكم بطريقه صحيه وسليمه. المسابقه عباره عن ان انت بنختار مجموعات، كل ثلاثه هناخد منهم واحد في الاخر، الاخر دوت هندخله تصفيه للفوز بالرحله معانا. رحله طبعا مش صغيره، رحله كبيره، رحله عمره او زياره بيت المقدس او المقابل المادي لو في مانع من السفر. ان شاء الله باذن الله المسابقه دي هنعملها بشكل دوري، بس محتاجين دعمكم. القناه لسه في الاول، احنا محتاجين مشتركين جديد كتير جدا عشان خاطر نخش منافسه مع القنوات الاخرى. ان شاء الله القناه دي انا متفائل ليها خير، القناه دي ان شاء الله هتبقى اول قناه في اليوتيوب باذن الله بتقدم الدعم للناس المشتركه. انت دلوقتي هتشترك هتلاقي دعم من القناه، وهتلاقي ان شاء الله فوز باحد الجوائز ان شاء الله باذن الله. مسابقه كبيره جدا متهيألي مش معمولة في الوطن العربي خالص ولا في جمهورية مصر العربية. احنا هنا في مصر محتاجين دعم اهلنا في مصر، محتاجين دعم اهل شبرا، خصوصا المجموعة دي داخل منها ناس كتير من شبرا. شبرا الخيمة المجموعة الخامسة هتكون محمود اسماعيل، وصفات هوبا، ميزو ميزو. احنا محتاجين عشان خاطر تكسب معانا 100 مشترك من كل متسابق، 100 تعليق على الاقل عشان خاطر تصعد. اللي هيجيب اكتر من كده هو اللي هيفوز. بالتوفيق ليكم جميعا، وان شاء الله باذن الله في انتظار مزيد الدعم من اهلنا في شبرا الخيمه، وكمان اهل شبرا مصر واسكندريه وطنطا والسويس واسماعيليه وقرى الصعيد وكل المحافظات معانا. احنا مستنيين الدعم، لان القناه كل ما العدد يزيد كل ما الدعم هيجي لنا اكتر. بالتوفيق لكم جميعا، وان شاء الله باذن الله انا متفائل خير ان القناه دي تسمع في مصر كلها وفي الوطن العربي. فكره جديده يعني، ان شاء الله باذن الله تبقى تنجح وتستمر زي ما انا مخطط ليها باذن الله. احنا عاملين طبعا مسابقات طبعا على صفحات تانية، الناس طبعا شافتها والناس عارفاها والناس فازت والناس كسبت، وصورنا الناس والناس في مصداقية في الكلام. بالتوفيق ليكم جميعا تاني، وما تنسوش الاشتراك في القناة. الناس اللي داخل ديت حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اصدقائكم، حاولوا تنشروا الفيديو في كل الدنيا. عايزين القناة تسمع بسرعة، عايزين الناس تكسب، عايزين الناس تسافر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.